حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثانين 3 كانون الأول. حال الأسواق التجارية قبل العيد، لا حركة ولا بركة. لقاء تراثي عن مدينة بيروت بقصر سرسق، حفلة توقيع كتاب حكاية لطفل كبير للكاتب مازن عبود، ومعرض الجورزاتا باشكو 40 سنة من الرسم بصالة عرض أليس مغبغب. أما ضيوفنا لليوم فهن حسن ترياقي منسق معرض الوظائف والتوجيه، لنحكي معه عن المعرض يلي بينطلق بأربعة كانون الأول وبيستمر لغاية 6 شهر بالفورم دو بيروت، والكاتب نبيل ملاط لنحكي معه عن كتابه الجديد لوديسي دو جان مالك. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، البداية بتكون مثل كل صباح مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا اليوم على الخط مدام جوستين أبي فارس لنأخذ منها كل التفاصيل عن طقس يوم الاثنين وكيف رح بيكون معنا خلال الأسبوع. مدام جوستين صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. كيف مبلشين جمعتنا؟ هي مبدئيا اليوم بلش مستقر، بس من ثلاثة وبالرايح بيرجع بيتقلب الطقس. نعم، رح نتأثر ثلاثة بمنخفض جوي متمركز هو حاليا غربي أبروس، أكيد رح يؤدي لطقس متقلب ومعطر. اليوم ببداية النهار ببلش الطقس قليل الغيوم، عنا ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة بالجنوب. نعم، بيتحول خلال النهار الطقس لغائم بسحب متوسطة ومرتفعة. الثلاثة ببداية النهار الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة، تشتد الرياح تدريجيا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، أو بتشكل ضباب أكيد على المرتفعات، ونتوقع حدوث برق ورعد بالفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع على الجبال للتعلو 2000 متر. الأربعاء غائم جزئيا لغائم، كمان في عنا انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح قوية بتقارب 80 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر. خلال النهار تتساقط أمطار خفيفة متفرقة، بس تشتد غزارتها خلال الليل، وأكيد بتكون مترافقة بعواصف رعدية، والثلوج بتتساقط على 1900 متر وما فوق. نعم، بتأكيد غزارة الأمطار بتكمل للخميس، هي مبدئيا الخميس أكثر من الأربعاء. أوكي، خلينا نحكي بالأرقام عن اليوم. نحكي بالأرقام بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم على الساحل رح تروح من 11 ل 24، فوق جبال من 9 ل 19، بالأرز من 4 درجات ل 14 درجة، وبالداخل من 9 ل 20 درجة. أوكي. الرياح السطحية اللي عم بتكون مسيطرة هي شمالية شرقية بالنهار، جنوبية شرقية بالليل، سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. الرؤية مبدئيا جيدة، والرطوبة النسبية على الساحل بين 45 وبترجع بتصير خلال الليل 75%. نعم، الموج مائج اليوم، وحرارة سطح المي 23 درجة، والضغط الجوي حرارة المي 23 درجة. نعم، البحر. نعم. سوري. والضغط الجوي هو 1013 اكتوباسكال، بينزل 5 اكتوباسكال اليوم، يعني انخفاض ملموس، هيدي بوادر اقتراب المنخفض، يعني ما يعادل 760 مليمتر زئبق. ساعة الغروب على الساعة 4:29 دقيقة، وساعة شروق الشمس بكرة على 6:25 دقيقة. شكرا على وقتك، بنتمنى لك نهار حلو مدام جوستين. صباح الخير جوال. صباح الخير بيارات لك لكل يلي عم بيتابعونا. جولة على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم صباحا ببيروت. اليوم الثاني بداية الأسبوع 3 كانون الأول، بنبدأ مع عناوين صحيفة النهار. فتنة الفراغ والتعطيل أطلت برأسها. حزب الله، هل هناك جنس معين من في البلد يجب ألا يقترب منه أحد؟ الراعي، لماذا لا تؤلف حكومة حيادية قوامها شخصيات معروفة ومحترمة؟ أما بالصورة الرئيسية خبر نقلته معظم الصحف اليوم يلي صدرت ببيروت، شارع الشيخ زايد، وبالتفاصيل باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة أقامت السفارة ببيروت احتفال تم خلاله افتتاح شارع ورومبوان أو دوار باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمنطقة الرملة البيضاء قرب مبنى أمن الدولة، وهيدي الصورة الرئيسية بصحيفة النهار. بعناوين أخرى وضمن محليات، تضخم كلفة السلسلة يعيدها إلى الأضواء. أنطوان كرباش في مهرجان لبنان الوطني للمسرح، ماكرون يلوح بالطوارئ لمواجهة السترات الصفر.
محمد بن سلمان زار موريتانيا والجزائر، وبختم ضمن افتتاحية النهار بقلم نيلة توينية اللي بتسأل اليوم بعنوان مقالتها سبعة أيار جديد. منتابع مع عناوين صحيفة الحياة. ولي العهد يعقد اجتماعا بالرئيس الموريتاني وإعلان إنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوت. الحكومة البحرينية تستقيل بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية. السعودية ترفض استغلال الوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. مشاورات السويد مؤجلة حتى إشعار آخر. ماكرون يأمر بحوار مع قادة الأحزاب والمحتجين. وختاما في الحياة، إيران تتعهد تكثيف اختباراتها الصاروخية. إلى المستقبل وفي العناوين، وهاب مطلوب للعدالة والجبل تحت راية الدولة. المستقبل تنشر الرواية الكاملة لأحداث الجاهلية من الفرار بين الأحراج إلى رصاصة الM16. دوار زايد في الرملة البيضاء. محمد بن سلمان يزور موريتانيا والجزائر. عمال إيران يحتجون، اتركوا سوريا وفكروا في حالنا. غارات للتحالف على مواقع لنظام الأسد. ماكرون لحوار مع السترات الصفر ينهي الفوضى. وبنهي صحيفة المستقبل بقلم خير الله خير الله، عام على اغتيال علي عبد الله صالح. إلى عناوين اللواء، اختبار قوة في الجاهلية يعيد الهيبة إلى الدولة. تحذير من انتقال المواجهة إلى القضاء، وحزب الله يدعم التهدئة. افتتاح شارع الشيخ زايد في الرملة البيضاء. ماكرون يدرس فرض الطوارئ ويدعو المحتجين إلى الحوار. ساحة حرب صفراء عند قوس النصر في باريس. ولي العهد السعودي يزور موريتانيا والجزائر. هدنة تجارية بين واشنطن وبكين. وأيضا بعناوين اللواء وبالأخبار الرياضية، النجم يحتفظ بصدارته وفوز نوعي للأنصار. وبالختام وبقلم صلاح سلام، الخلل والإحباط في الشارع السني بالجزء السادس، استنتاجات أولية لمواجهات الأسبوع الساخن. نوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية. نبدأ مع ديلي ستار وبترجمة لعناوينها. اتصالات لتهدئة الوضع بعد المواجهة مع وهاب. ماكرون يدعو رئيس الوزراء لعقد محادثات بعد أعمال الشغب. نتابع جولتنا وعنوين صحيفة لوريان لوجور، الجاهلية نقطة تحول في الأزمة. اليوم أيضا بصحيفة لوريان لوجور وبقلم زياد مخول، شيكات بيض للسيد نصر الله. وختاما، ماكرون يحاول إخماد النيران. إلى عناوين صحيفة الشرق، المشنوق رفيق الحريري كرامتنا ولا خط أحمر أمام الدولة. أبو دياب سقط برصاص رفاقه المسلحين. رسالة إلى حزب الله، وماذا عن الشيعة المستقلين؟ ضمن رأي الشرق وبقلم عون الكعكي، سنة زايد. وبختم بقلم عماد الدين أديب، سعد الحريري مسؤول عن ثقب الأذن. إلى الشرق الأوسط، لبنان توتر الجبل يعقد تشكيل الحكومة. جنبلاط يمنح غطاء سياسيا للعملية الأمنية وحزبه ينفي أن يكون طرفا. محمد بن سلمان في الجزائر بعد موريتانيا، ثلاث اتفاقيات بين الرياض ونواكشوت. مؤتمريون، انتفاضة صالح أضعفت الحوثي. فوز تاريخي للنساء في انتخابات البحرين. موسكو تتهم واشنطن بمؤسسات بديلة شمال سوريا. انطلاق قمة المناخ في بولندا ودعوات لإجراءات عاجلة. التلوث والأمطار وانحسار الغابات أبرز المخاطر البيئية. وهذا كان العنوان الأخير بصحيفة الشرق الأوسط. لأنتقل إلى المحطة الأخيرة مع عناوين الجمهورية وبالعنوان الرئيسي، فلتان أمني من البقاع إلى الجاهلية. بالعناوين الداخلية، جرأة مواجهة الأمم. هل علاقة عون والحريري عقدة؟ استنفار أمريكي واستياء فرنسي من لبنان. سبت الجاهلية، من أطلق النار على أبو دياب؟ وبختم مع صورة رئيسية، فرنسا تستيقظ من صدمة التظاهرات. ومع هالعنوان بنكون عم نختم جولتنا على عناوين الصحف. فاصل أول وبنرجع من بعده منتابع أخبار صباح. خليكن.
جولة فنية وثقافية لليوم منبلشها مع دورة جديدة من بيروت and beyond international music festival، وهي الدورة السادسة يلي بتنطلق بستة كانون الأول. ومثل ما شفنا من خلال هالتريلر، المهرجان رح بيكون بمشاركة عدد من الفنانين من مختلف الجنسيات، أما حفلة الافتتاح فرح تكون مع الفنانة تانيا صالح. بتقدم الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية أمسية موسيقية، وذلك بقيادة الفنان شربل روحانا. الموعد رح بيكون ب 13 كانون الأول بأمفيتياتر فيار أبو خاطر بالجامعة اليسوعية على الساعة 8 المساء. اشترى الماء بإطفاء الهم، يا أهيل الحي من وادي الغضب، وبقلبي مسكن أنتم به، بقى عن وجدي بكم رحب الفضاء، لا أبالي شرقه من غربه. لم يكن وصلك إلا حلما في الهراء خلسة المختلسين. يا زمان الوصل في للسنة الرابعة التوالي بنظم الانستيتيو فرانسي دو ليبان احتفالية لابيل سيزون أو ليبان وعروض فنية مخصصة للأطفال والمراهقين. وهالعروض عم تتنقل مش بس عم تكون محصورة ببيروت، ولكن عم تتنقل بكافة المناطق اللبنانية. اليوم موعد بصيدا وتحديدا بخان الفرنج مع عمل أوبيرالي لرائعة هانسل إغريتل. الموعد رح بيكون على الساعة 4 بعد الظهر لكن بخان الفرنج. ومهرجان بيروت ترنم يلي انطلق بأول الشهر، ويوميا رح منكون مع عدة حفلات موسيقية بتستقبلها كنائس وبعض الصرح الثقافية ببيروت. اليوم الموعد رح بيكون مع الفنان نداء أبو مراد يلي رح بيقدم أمسية بكنيسة مارلياس بالأنطاري على الساعة 8 المساء. تدعي بلدية بيروت إلى إضاءة شجرة الميلاد بساحة الشهداء اليوم، ورح بيشارك بهالنشاط الفرسان الأربعة وفرقة الرماح للرقص. الموعد رح بيكون على الساعة 7 المساء بساحة الشهداء. الأجواء الميلادية عم بتكون فعلا بعدة مناطق لبنانية، ومننتقل هلأ إلى طرابلس يلي بتستقبل بدورة معرض ميلادي بعنوان تريبولي كريسمس وندرلاند. هالمعرض بينطلق ب 14 كانون الأول وبيستمر لغاية 23 كانون الأول، وهو بيفتح أبوابه يوميا من الأربع بعد الظهر للعشرة المساء.
برعاية السيدة كلودين عون روكوز رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتدعي راهبات الراعي الصالح بالتعاون مع بلدية جديدة المتن إلى لقاء حواري بعنوان Go Butterflies. الموعد رح بيكون اليوم على الساعة 10:30 قبل الظهر، ورح يتضمن كمان هاللقاء معرض فني لفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافية بيعرضوا من خلالهم رؤيتهم حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مشاركة لبديع أبو شقر ندى فرحات ومروة خليل. منتابع واليوم التنين وموعد ثابت بجامعة الانديو مع انديو سيني كلوب يلي بتنظمه فونداسيون إيميل شاهين للسينما. ضمن العروض اليوم موعد مع عرض فيلم Imitation of Life من إخراج دوغلاس سيرك، وهالفيلم أنتج سنة 1959. With the song of the lark sound just as sweet. Would the moon be as bright above? Every day would be gray and incomplete. نرجع مرة جديدة إلى طرابلس بجولتنا، وهالمرة إلى مركز الصفدي الثقافي يلي بيستقبل اليوم أمسية تحية إلى المغني الفرنسي الراحل شارل أزنافور. هالأمسية من إعداد الدكتور سعيد الولي، وبيشاركوا فيها أحمد فلاح وليزامي دوري ماجار. الموعد اليوم على الساعة 6 بعد الظهر، والدعوة عامة. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait les vers coupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. ومننتقل إلى دار النمر للثقافي، واللي بيستقبل احتفالية فنية بعنوان سيرة الملهات الفلسطينية. نشاطات كتيرة بتنطلق بخمس شهر وبتستمر لغاية 8 كانون الأول. نهار الافتتاح رح بيكون فيه تكريم للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، وذلك بتمام الساعة 6 مساء. وضحكة طفل، حياة تسير ويوم يمر وعمر يضيع وقمح يحاول أن يتصاب فيعلو كنخل ونهر. والختام بيكون من مسرح المدينة، واليوم افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح اللبناني. هالدورة يلي بتكرم الفنان أنطوان كربيج وبتستمر لغاية 10 كانون الأول، مع مجموعة من العروض المسرحية يلي كلها عم تكون داخل المنافسة. أما نهار الختام بعشرة الشهر عمل رح ينعرض حيكون خارج إطار المنافسة، ولكن لابد من تسليط الضوء عليه وهو مأساتي. بنشوف بعض المشاهد من هالعمل. يا خوارج من الصلاة، يا جوالس في الظلمة، بتضوي جناكم، إنه يوم الحساب. ومع هالخبر بنكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. كيف عم بيكون وضع الطرقات هلأ؟ خلينا ننتقل لعند جوال. اليوم التنين على الأرجح عجقة على الطريق، ولناخد فكرة واسعة وأشمل وأوضح معنا المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. ألو، صباح الخير، كيفك جوزيف؟ ماشي الحال، تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه نفق سليم اسلام. اوكي. المدخل الشرقي حركة سير كمان عم تكون كثيفة اليوم من اليرزة باتجاه السيد، المكمل من بعد السيد باتجاه قصاد رئيس امين لحود حتى الكارانتينا، عم تكون حركة سير ناشطة. عندنا كمان جسر البيجو باتجاه الاشرفية، عندنا اليوم حركة سير كثير منيحة. بالنسبة للمكمل على اوتوستراد الياس الهرابي باتجاه الاشرفية جسر العدلية، عندنا حركة سير كثيفة.
عنا كمان حركة سير اليوم كثيفة من تقاطع قصقص باتجاه بشارع الخوري، أما مكمل من البربير باتجاه كمان اليوم كورنيش المزرعة عنا حركة سير كثيفة، كمان كورنيش المزرعة جامع عبد الناصر باتجاه شارع مارلياس عنا ضمن بيروت حركة سير كثيفة، عنا حركة سير ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه برج المر بتصير كثيفة من برج المر باتجاه شارع الحمراء. عندنا المدخل الشمالي حركة سير اليوم ناشطة من نهر الكلب باتجاه دبي، ببلش عندنا ضغط السير من دبي باتجاه أونت الياس وصولا للأشغال بجل الديب، بعد جل الديب عم ترجع تصير حركة سير ناشطة باتجاه نهر الموت، كمان مكملة حركة سير ناشطة من الكارنتينا باتجاه شارل حلو وصولا للصيفة. نعم هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث اتسجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 11 حادث للأسف، عنا قتيل و 17 جريح، محاضر السرعة الزايدة 1208 محاضر سرعة. أكيد بنذكر للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك لتويتر والأبليكيشن. أوكي شكرا جزاف يعطيك العافية. نحن رح ناخذ فاصل جديد نرجع من بعده لمتابعة أخبار الصباح. صباح الخير. اليوم ليلة عيد البربارة، أغاني وترانيم شعبية بترافق هالمناسبة، تقليد مميزة بيتشاركوا اللبنانيين من الزي التنكري وسلق القمح عويمات قطايف وغيرهم. ومن الأقوال المتناقلة أنه المطر عادة بيكون غزير لأنه الأرض والسماء بكيوا على رحيل القديسة بربارة. بعيد البربارة نوضعت أقنعة وسقطت أقنعة ووجوه ظهرت على حقيقتها. بعض السياسيين بغيروا أقنعتهم وقناعاتهم بحسب المصالح والصفقات، وإذا كانت القديسة بربارة هشلت بسهلات القمح هربا من الاضطهاد، فاللبنانيين هشلوا من غدر بعض السياسيين وابتساماتهم الزائفة وهاشلي بربارة. الوضع السياسي بلبنان موعود بالمراوحة، والحكومة على ما يبدو مش قبل السنة الجديدة. بالمقابل التحضيرات لموسم الأعياد بمختلف المناطق بدأت، والعد العكسي لعيد الميلاد بلش. بين الزينة والهدايا بيتحضر اللبناني، وهالفترة بتشكل فرصة لانتعاش الأسواق. ولكن بجولة صغيرة على المحال التجارية بيتبين أنه ما في لا حركة ولا بركة، فالحال عند الناس خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. تقرير بيلقي الضوء مع الزميلة بشرى عبيد. كنا حرب وكنا نأمن لأولادنا يأكلوا يشربوا يلبسوا، أما هلأ في بجمود اللي موجود ما عم تعملي شيء، أنت ما عم تعملي شيء، أنت عم تتفرجي بس، الواحد قاعد عم بحاطط إيده على خده وعم بلطم خده بس. ما رح تعيدي يعني؟ لا ما في عيد، ما في عيد، عم بيكذبوا على العالم. تعرفي أمتى في عيد؟ لما بيصير في بجيبنا مصاري، بيصير كل يوم في عيد، منصير نعيد كل يوم إذا بدك. العيد هي العيد فون جوا، بس ما جوا مش مرتاح. إذا السؤال تبعك مش مبسوط كيف بدك تعيدي؟ That's it. مش الجايبة. بلشت الشوارع بلبنان تتزين بزينة العيد، أما واجهات المحال التجارية فزينتها خاصة، وهي الحصومات بين 50 و70%، لعله هالرقم بيجذب الزبائن اللي خلت منها شوارع فرن الشباك. ورغم أحدث الموديلات بالتياب إلا أنه الحركة الاقتصادية بعدها مشلولة، باستثناء قلة قليلة تواجدوا وأكثرهم كان متفرج. عاملين كل فينا نعمله، عم نعمله ديسكاونت، عم نعمل بضاعة، عم نجيب شواء كبير كتير، عم نستورد كل البضاعة، وبرضو ما فيها الحركة، حركة بتخوف مثل ما أنا ماشيين بتخوف، يعني كل المحلات على التسكير على الفلاس، يعني ما في مجيء. في كتير ناس بالشوبينج إذا مكتئبين بيروحوا بيعملوا شوبينج لغيروا نفسيتهم، بس شرط إنه ما تندمي كل بقية الشهر عليهم، يعني تكوني تركي كل شيء في أولويات تجي تحط المصاري بالشوبينج. يعني لا مش جاية أعمل شوبينج، شو بدي أعمل؟ هاي الكنز والبلوزة والبنطلون بزيد علي بلبسهم كل الجمعة،
بغسلهم بنشرهم برجع بلبس غيرهم. شو فرح وين؟ ما حجيب شيء. هلا عايزه ماسكرا مضطره رايحه مشوار بس هيك، بس اغراض للعيد ولا شيء. للولاد اكيد اكيد للولاد، انا التيتا تبعهم بدي اخذ لهم اشياء. انشا القبض عم نحطه حكمه بهالبلد. مش عم بتفرج على الاسعار اول شيء، بس مش مثل هذيك السنه، هالسنه اخف. جينا الدار نسال على الحبايب، لقينا الدار تبكي على اللي غايب. جينا الدار نسال على الحبايب، لقينا الدار تبكي على اللي غايب. جينا الدار نسال على الحبايب، لقينا الدار تبكي على اللي غايب. كاميرا اخبار الصباح تلمست احوال سوق فرن الشباك، والمحال التجاريه اكد اصحابها انه الموسم انتهى قبل ما يبلش، لانه المكتوب بينقرا من عنوانه، والعنوان العريض الحاله تعبانه يا لبناني. كل عمر جنترو تبي شارع فرن الشباك مشعش عامل شو هالايام هيدي اقتصاديه شوي كتير. ما بعرف شو السبب انه السنه خفيف، بس ان شاء الله متفائلين نحن انه يكون افضل. عشان قديه بقى تحرك يومين ثلاثة، بس هيدا منه شغل ومنه موسم لتقدر تغطي مصاريفك بالمحل يعني. بخف العملة يعني، كان ياخذ عندنا ب $1000 بعده بيجي، بس صار بياخذ ب 500، ما عاد اخذ. مش اللبناني الداخلي، اللبناني المغترب اللي بيجي من برا هو اللي بيعمل انكم، بيعمل حركة بالبلد، ما عاد بيجي. كل اتكلنا على اللبنانية والله، لأنه اللبناني اللي بيشتري. يا دل كلمته مش مسموعة، قد ما نحكي يا دل كلمته مش مسموعة بس. ويسعد لي صباحكم. كلنا أمل أنه يتحسن الوضع، وخصوصا بفترة هالأعياد لتكون مباركة على كل اللبنانيين. بس بكل الأحوال الحركة الثقافية دايما ناشطة، وهلأ رح ننتقل إلى قصر سرسق يلي استضاف يوم تراثي بحكي تاريخ بيروت، فتضمن صور لبيوت بيروت القديمة وحضور للحكواتي، وأيضا تخلل هالنهار توقيع كتاب صور فوتوغرافية للمصور مايك عواد. تفاصيل أكثر مع زميلتنا بشرى عبيد بهالتقرير. هلأ عنتر وعبلها فعل ماضي، يعني لو عنتر بهذا العصر ما كان فارس لعبله، ولا كان بيركب حصان الفايف، ولا بياكل شوسي وكافيار. كان بيكره حياته وبيلحن بطولاته لما يشوف الغرب معمر على المريخ براندي. هيدي روح بيروت القديمة. هلأ بفتكر جيلي لحق شوي نوسي منه، ما كتير، بس الجيل الجديد ما بيعرف شي عنه، ما بيعرفوا في حكواتي، ما بيعرفوا انه شراب التوت وسرجة الياسمين. انا من جيل الحقب اللي اجي شايف بيروت مش مثل ما انا بحبها، وهلأ في اشياء مشتقلة. بيروت المبني بالحجر الرمادي. بيت مهدم وسط مباني عصرية ببيروت، لعل هالصورة بتعبر عن وجع كبير. هي مش بس المدينة المكتظة سكانيا، هي مش بس الشوارع الضيقة وكومة النفايات والتلوث، بل هي أيضا تاريخ عريق، حضارة وتراث عمره سنين، من الحكواتي لشراب التوت للمباني اللي شيخت على حيطانها لسنين. كلهم اجتمعوا بيوم تراثي ببيروت لإعادة إحياء الجزء الأصلي والأصيل من هالمدينة. زهرة المشارق طلابة الدنيا اجتمعوا عليها شعوب الدنيا. زهرة المشارق طلابة الدنيا اجتمعوا عليها شعوب الدنيا. نحن
احنا اليوم عم نقول انه ما بقى تهدموا بيروت، اتركوا لنا هالبيروت، فينا نعمل كثير اشياء حلوه فيها، فينا كل هدول الفيلل والقصوره والاماكن الحلوه نعملهم يمكن بوتيك اوتيل، نعملهم ليبراري. في عنا عريضه حنقدمها للمعنيين، اوكي؟ فيها طواقي كثير ومن كل الطوائف ومن كل الانتماءات ومن كل الثقافات، حتى لا نقدر نحافظ على هالتراث البيروتي. هيدا التراكم الحضاري ما فيك قطعا تشتريه، بدك مثل ما هو تبني عليه تستثمري قد ما فيك. الجزء هو من التراث طبعا من زمان قديما جدا. انا رح كل يوم عم بعزف، وطبعا الموسيقى الأهمية بتعرفي بالتراث وبالحضارة. بقصر سرسق اللي بتبين زخرفاته أصالة هالمدينة، وقع مايك عواد كتابه اللي جمع صور فوتوغرافية لمنازل أرادت فرصة جديدة للعيش، وكأنه صوره بتوصل أصوات الحفلات الصاخبة داخل هالبيوت. صورت كل بيوت بيروت اللي بعدها متبقية لهلأ بهدف أنه نرجع نحميها كرمال ما، يعني لأنه كانوا 1200 بيت من 10-15 سنة، هلأ بعد فيه بس 200 والحبل على الجرار، فكمان نحمي البيوت اللي بعدها متبقية. صورت كل البيوت اللي بعضهم موجودين اللي هن مصنفين تراثي. نحن كان بيتنا هيك براس بيروت على الصنوبرة، كان بيتنا مثل هالبيوت هيدي ويدي عانه راح. كل شيء بيروت قديم، كل شيء تراث لازم يرجع، لأنه نحن عنا مدينة ثقافة، عنا تراث، عنا حضارة. شيء رائع، بكفي أنه جينا على شيء أثري. بيروت سيدة التراث، تتصارع الدنيا على أرضي وتنسحب الظلام وأظل أرفل حرة مرفوعة الثلاج المرصع بالكرامة. هيك منخلي بيروت حي، لأنه مثل ما قلت بقصيدتي بيروت الروح الملكية، وهي بيروت فعلا روح ملكية. يا حدو جدك إن مات وعدني ما تنسى بيروت، وإن ماتت ستك يا حدو وعدني ما تنسى بيروت. ضلينا قبالك شعب وكل رجالك، طلوا لو تنده عالساحة رجالك رح يهتز العالم كله. نحن الحلم ونحن الدرب والمستقبل والإصرار، نحن السلم ونحن الحرب ونحن النور ونحن لشبين. ما فرق بين دين ودين، وباسم الجامع والدين صاروا العالم متحدين، وتسألوا بأن المستقبل مستقبلنا والبلد بلدنا والله معنا. بيك رمز الاستقلال ومجدك عالي ما بيركع، رح نبقى حدك ما زال بعد الشمس بتطلع. بيك رمز الاستقلال ومجدك عالي ما بيركع، رح نبقى حدك ما زال بعد الشمس بتطلع. لما الوطن بصوته ينادي عن دستوره ما بتزيح، لما الوطن بصوته ينادي عن دستوره ما بتزيح.
مثل الجبل بأرض بلادي صامد ما بتهز يا سعد انطلينا قبالك شعب وكل رجال اغتالك ولو تنده عالساحة رجالك رح يهتز العالم كله يا سعد انطلينا قبالك شعب وكل رجال اغتالك ولو تنده عالساحة رجالك رح يهتز العالم كله نحن الحلم ونحن الدرب والمستقبل والإصرار نحن السلم ونحن الحرب نحن النور ونحن النار بظل الوضع الصعب اللي عم بيقطع فيه لبنان والعراقيل اللي عم تنوضع امام الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومه اتت هيدي الاغنيه من غناء ابراهيم حجازي كلمات والحان وسام المهتار توزيع وتسجيل استوديو الفنان احسان المنذر تعبيرا عن رأي اللبنانيين بوقوفهم طبعا إلى جانب الرئيس الحريري وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتحمل معك الخير. الجورزاتا باشكو 40 سنة من الرسم هو عنوان معرض انطلق بصالة عرض أليس مغبغب تكريما للفنانة البولونية الجورزاتا باشكو ومسيرتها الفنية خلال 40 سنة. تفاصيل أكثر عن المعرض ومحتواه لزميلتنا باميلا نبهان. من 40 سنة والفنانة البولونية مالجورزاتا باشكو مجذوبة للبنان وفنه، ثقافته وجماله، فأصبحت ضيفة معتادة وأصبحوا لوحاتها معروفين بالبلد، بحيث أن عرضت مرارا وتكرارا بالمدينة، فتعاقدت مع أليس مغبغب من سنوات طويلة لنظمت لها اليوم معرض استعادة لأعمالها، نظرا لمرور 40 سنة على مسيرتها الفنية، 40 سنة من الانخراط بالرسم والفن التشكيلي، بالإضافة لإصدار كتاب عن أعمالها مع نص نقدي توقيع الكاتب الفرنسي إيف ميشو. Par rapport au paysage, parce que c'est peut-être le thème le plus important dans mon travail en ce moment, c'est pas tellement de peindre le paysage qui m'intéresse, mais de peindre ces sensations qu'on a devant la nature. Hein. C'est un peu comme si on, c'est comme si on, en fait, on peignait. On invitait les gens de rentrer dans un paysage. إن كانت عم ترسم طبيعة صامتة، إن كانت عم ترسم الطبيعة أو الإنسان، بكل الأحوال فنانة موجودة كثافة بلوحتها. ويعني بتحس بفوت على القلب لأنه بخلينا نحس إنه الطبيعة فيها مي وهيك في نبض يعني فيها روح. المدينة اللي عم تشهد مؤخرا حركة سقفية وفنية مهمة جدا عم تستقبل اليوم معرض الفنانة مالجورزاتا باشكو لوحاتها بتميزوا بطبيعتهم الخلابة بأشجارها وورودها ألوانها وشخصياتها لوحات متعددة الطبقات والألوان عكسوا طبيعة بلدها الأم بولونيا فنقلتها إلى لبنان بمعرض انطلق بصالة عرض أليس مغبغب بمنطقة الأشرفية ومستمر لغاية 26 كانون الثاني. لبيروت فيها نشاط وفيها نبض مهم، نبض الحياة، نبض الفن، نبض الثقافة، نبض الأشياء الإيجابية، إن كان المعارض أو المهرجانات أو كل النشاطات الثقافية والفنية. حب بدها تحكي معي، هيدا تابلويد حاكي معه، فيك نشم فيك تسمع. خلتنا نحلم الليلة، أخذتنا بالطبيعة كأنه الواحد نايم وبشوف حلم كتير كتير حلو. الألوان بتجنن. Very thank you.
من بعد لوبيريل دو ماكسيم لسكري دوزيريس اللي حصد جوائز عالميه، اصدار جديد بعنوان لوديسي دو جان مالاك من توقيع الكاتب نبيل ملاط ضيفنا لليوم. صباح الخير نبيل. صباح الخير. شو نبيل؟ نحن بنقول لك مبروك هالكتاب الثالث يلي تقريبا بسرعه قياسيه انطبع ووصل على بيروت، وقعته بصالون كتاب الفرانكوفوني قبل بنهار مما سكر الصالون لنرجع بعدين تطلقه بباريس. صحيح. لوديسي دو جان مالاك، من اول شيء نعلق على العنوان نبيل، دائما بتختار عنوان اسم مع اسم علم دائما، ان كان ماكسيم او اوزيريس او جان مالاك، ليش دائما الاسم العلم بده يكون ظاهر بعناوين اعمالك؟ لانه بهيدي الحاله البطل هو ركن اساسي من الكتاب من الروايه. ليه؟ لانه حبيت اخذ جان مالاك، اعتبره انه هو المواطن اللبناني العادي صالح والعادي يلي، وهيدا رحلته قصته بمرحله تاريخيه من تاريخ لبنان. جان مالاك سميته ملك اسد لانه المواطن العادي البسيط الادمي هو ملك بالنتيجه، وجان اسم عادي اي شخص مواطن يقدر يلاقي حاله فيه. اوكي، عم تحكي عن مرحله تاريخيه ما بين 2004 و2005، وعم تحكي عن مناطق معروفه بلبنان مثل جبال مثلا وحده منهم، وهي قصه مبنيه على وقائع حقيقيه. صحيح. يعني عن مين عم نحكي؟ يعني هي اول شيء روايه صدرت بفرنسا هالشهر عن دار نشر اكريتور، هي بالنتيجه قصه شاب لبناني اسمه جان مالاك عم بيدرس بالايوبي بالجامعه الامريكيه. هو طموحات بسيطة، طموحات أي شاب لبناني إنه يدرس ينجح ينال شهادة يكمل درسه برا. ورحلته بتبدأ عندما هالطموحات الذاتية والشخصية بتصطدم بالعاصفة السياسية والأمنية اللي ابتدأت بال 2004 وبلغت ذروتها مع استشهاد الرئيس الحريري. يعني موجة الاغتيالات يلي بلشت. أكيد. صحيح. جان مالاك هو شاب لبناني مثل ما قلت، وكونه لبناني اكيد هو بيحتك مع اصدقاء له من مختلف الطوائف، وهذا الموضوع انت كمان ضويت عليه من خلال طبيعي. الروايه. انا اللي حبيت فرجيه هو انه هذا الكتاب هو اذا بدكم صوره عن هالمجتمع اللبناني بهالمرحله التاريخيه. يعني جان مالاك مثل ما اسمه بيدل هو مسيحي من جبال وبيدرس علم الاثار بالايوبي، اصدقائه بالايوبي من عدة طوائف. عنده صديقه عبد اللطيف سنة من صيدا، صديقه الثاني مجيد شيعي من صور، هن عايشين مع بعضهم بالنتيجة بهالمجتمع اللبناني مثل ما كلنا عايشين مع بعضنا. وأكيد مثل ما كلنا عشنا هالمرحلة الصعبة الدقيقة ولكن التاريخية، فيها كان مرحلة رائعة وفيها مراحل صعبة كانت. كل حياتهم تصطدم بهالواقع الصعب اللي عاشوا البلد، وبيصطدموا مع بعض كمان. طبيعي. هون بيصير في اختلاف بوجهات النظر والاراء ان كان طبيعي. سياسيا او اجتماعيا اكيد يعني هو لبنان مثل ما بنعرف حلو فيه من ميل اختلاف الاراء اختلاف الطوائف، هذا كله غنى للبنان. بس من ميل تاني لانه عم بيدرسوا علم الاثار هن بيخضعوا لفحص حمض نووي، هذا شيء حصل عملته ناشونال جيوغرافيك بال 2004 تيعرفوا اصل كل شخص. وقت كل واحد بيطلع اصله شيء بتزيدوا هالمعيار على معيار الطائفه وعلى معيار اختلاف الاراء، بتزيدوا عليهم كمان هالعاصفه الامنيه والسياسيه اللي ضربت بلبنان، كلهم بيختلفوا مع بعض، كل واحد بينغلق على حاله يعني. كل واحد بينغلق منهم بينفتحوا منهم بينغلق. يعني هي روايه كمان ما ننسى انه هي صورة عن المجتمع، مش بس عن هن الثلاث طلاب مع بعض وكيف سحبة مع بعض. هلا ما كتير بدي أعرف شو صار تما نفضح القصة. ايه بس عم بتقدم حل أو نظرة إيجابية بهالكتاب، يعني بالآخر منلاقي فيه أمل. يعني لبنان هو البلد من ميل المصاعب من ميل تاني الأمل. يعني أنا كنت حب يعني أحد أسباب الكتاب يلي جروني تأكتب هالكتاب إنه مش صرخة، الكتاب ما بيكون صرخة مش حدا، بس بيكون رأي أما جواب أما بركة تذكير لبنانيين بجذورهم. يعني لبنان نحن بنسمع كتير آراء أنه لازم نعمل ولازم نطور ولازم هذا كله صحيح، بس ما لازم ننسى أنه لبنان عنده جذور. لبنان منه بلد أوجد هيك،
يعني لبنان بلد عمره يعني هالتطور السياسي وصلنا عليه يوم عمره 500-600 سنة. يمكن أصلا أنت اخترت أنه تضوي على الحضارات وعلم الأثار تنفرجي قديه لبنان بلد متجذر والغلاف هو مينا جبال يعني من هالمينا انطلقت الأبجدية والتجارة إلى العالم. أكيد صحيح. طيب ليش فإذا قررت تنشر مع دار نشر فرنسية؟ ليش قررت تكتب بالفرنساوي؟ قررت أكتب بالفرنساوي لأنه بركة تعلمت أحلم بالفرنساوي وصرت أنه هيدي رواية بالنتيجة من نسيج الخيال مبنية على وقائع أكيد. وحبيت دار نشر بباريس مثل ما لسكريت وزيريس كمان كان بدار نشر بباريس. صار أهون التعامل يمكن أو مش بكثير أهون يمكن ككاتب فرانكوفوني بالتعامل أهون بس أنه انفتح باب أوريدي هونيك انفتح الباب الباب صعب ينفتح هونيك إيه؟ كثير صعب الباب ينفتح وقتها بينفتح واحد حرام ما يكمل يعني وأكيد وقتها واحد بينشر بدار نشر بباريس عنده بيكون مسافة انتشار انتشار أوسع أقل شيء بالعالم الفرانكوفوني لأنك كاتب فرانكوفوني بدي أقول نبيل قدام هم انه الكاتب الفرانكوفوني كمان يكون عنده تواصل مع فرنسا اكيد اكيد يعني فرنسا بتمثل لنا اكيد فرنسا كان عمرها كانت داعمه للبنان بس كمان فرنسا بتمثل للبنان اكثر من دوله بتمثل مثل نوع متمثليه مبادئ بركي مبادئ الحريه يلي بدون لبنان ما انه شيء الحقيقه يعني نحن بدون الحريه ما بنقدر نقول انه في لبنان يعني هو اساسه لهيك في لبنان لانه في حريه يعني رح يكون موجود بالمكتبات اللبنانية أكيد الكتاب أكيد اليوم أكيد موجود بأنطوان بعتقد يا بلش يا قريبا رح يكون بكل المكتبات حدا لحق يقرأ من وقت ما وقعته لهلأ بس أعرف ردة فعل الناس على قصة هالقد بتشبههم بتشبه مجتمعهم يلي عم يقروه عم بيحكوني عم بيخبروني وين صاروا بالقصة وهن شو بيلاقوا قريب منهم وشو بيلاقوا شو بيشبههم إذا بدي يكون مرحلة وكلهم بيستذكروا هالمرحلة يعني ما في لبناني منه معنى بهالمرحلة يعني كل واحد عنده رأيه حقه يكون عنده رأيه بس كلها معنية كلها معنية ما في لبناني بيقدر يقول أنا ما بتعني لي هالمرحلة هذه المرحلة بتعني للكل طيب ليش بالأحداث الرواية حتى في شخصيات من خارج لبنان أنت اخترت أنها تكون موجودة وتشارك صحيح. الأبطال صحيح. يعني في من اليونان إيراني صحيح. رح بتكون صحيح. كمان أحد صحيح. بطلات هالقصة مزبوط. هي علمة أثار مشهورة تجي على جبال تعمل أبحاث في جبال وأنا حبيت كمان دوي على هذا الشيء بركي بلبنان ما بنعرفه كتير إنه بأوروبا في عندهم دايماً نظرة كيف نشأت الأبجدية كيف كان التواصل بين الحضارات بالعالم القديم مثل ما اليوم نتساءل كيف التواصل بين الحضارات بالعالم الحديث يعني بأوروبا بيتسألوا كتير هالأسئلة خاصة باليونان هلأ صار افتراضي بوقتها كان حسي أكثر أوكي دونك من هيك اختارت يكون في شخصية لازم يعني من الخارج بعدين لازم واحد بيروح على دار نشر أجنبي يعني واحد بيخبر قصة لبنانية عن لبنانية بلبنان فقط يعني لازم يكون عندها مسافة أوسع شوي وواحد يدخل عالمة أثار يونانية خاصة وقت بنعرف كيف كانت العلاقة بين اليونان والفينيقيين بالمرحلة القديمة هو عامل مهم والأوروبيين بيطلعوا لهالشغلة يعني هذا موضوع بهمهم فيعرفوا قديش الشرق قدم للغرب قديش الغرب قدم للشرق هذا موضوع كتير مهم يعني نحن بناخذ البحر الأبيض المتوسط بس هنا بيقسموه شوي اثنين في الشرق وفي الغرب يعني هو الشرق عطى كتير الفينيقيين عطوا كتير يعني نحن بنعرف الأبجدية نحن بنعرف التجارة بس كمان أكيد في تجارة خشب الأرز الأرز وقت المصاربة كانوا يحنطوا كان خشب الأرز من أساس التحنيط ما يقدروا يحنطوا بدون خشب الأرز يعني كان ضرورة يعني كان ضرورة كان ضرورة يعني والزيز نعمل هون كان في قبل شيء اسمه البات دو فير مش الفير يلي الترانسبارون بنعرفه كله يعني كله ضمن التجاره بس في كثير اشياء قدمها العالم يعني بس عملت كثير ابحاث نبيل اكيد قدرت تفوت بهالتفاصيل بما انه عم تتناول موضوع الاثار والحضارات وبنفس الوقت قصه معاصره ولازلنا عم نعيشها لو عم بتصير بال 2004 2005 بعد لازلنا لهلا عم نعيشها
نعم. يا ريت عم نعيش بعد اجواء 2004 و2005 لانه نتائجها كانت حلوه. هي مرحله بس انه هلا النتائج كارثيه. ان شاء الله دائما بنطلع على الافضل. ان شاء الله. مبروك نبيل الكتاب. ميرسي. في شيء كتاب جديد عم تحضر له؟ هلا ولا عم تحصد نتائج؟ هلا عم بحصد نتائج. اخذ كم سنه دخلني اشوف. مبروك يعطيك الف عافيه. نحن رح نضل باجواء الكتب. حكايه لطفل كبير هو عنوان كتاب جديد للمهندس والكاتب مازن عبود، تم توقيعه من خلال ندوه اقيمت بقاعه المحاضرات بجامعه الحكمه، وتفاصيل اكثر بهالتقرير. من أستاذ محاضر بجامعة الحكمة إلى مهندس فعضو بلجنة إدارة حصر التبغ والتنبيك، ثم كاتب اختار الخط الأدبي مع لمحات فلسفية، هو مازن عبود الكاتب يلي لخص حياة إنسان من أول الطفولة إلى الكهولة بقصة بتحمل فكر أدبي ناطق، وقع تحت عنوان حكاية لطفل كبير. هو كتاب بيحكي مسيرة طفل عم يرتقي بالعالم، عم يسأل بيه والبي عم يجاوبه لهالطفل. هيدا هيدي هي الحكاية اللي هي تيكبر الطفل بيسأل بكل العناصر بالكون والبي عم يجاوبه على كل العناصر بالكون. اللي بيقرأ العنوان بيخمن انه حوار مع شي ولد صغير، تطلع النتيجة حوار بين فيلسوفين، بين مفكرين، بين إنسان دعكته الحياة وإنسان ماشي على الطريق ناطر التجربة اللي مرق فيها قبل منه تيتعلم منها. حب ألمه لأنه دايما في هيك واقعية وبيعكس صورة حلوة عن ثقافة افتقدناها بهالبلد. أنا بالنسبة لي كتاباته لمازن مثل تأمل، يعني وقت الواحد يقعد يتأمل يقري له لمازن، تأمل روحي يقعد يقري له. هالكتاب مزج بين الأدب والعاطفة مع حكايات مؤثرة ننتمي إليها، وبين السطور حكى بخوف عن العادات والتقليد يلي أصبحت على خط الاندثار. تفاصيل الكتاب عرضت ضمن إطار ندوي أقيمت بقاعة المحاضرات بجامعة الحكمة، وبحضور سيادة المطران بولس مطر وعدد من الحضور الإعلامي السياسي والاجتماعي. بيستحق كتير بمستوى كتاباته اللي هي بتطلع من القلب والعمق الروحي والفلسفي والفكر اللي عنده، ترابط الجمل اللي عنده والبعد التاريخي والبعد الروحي والثقافي، انه يكون بمقدمة الكتاب اللبنانيين. ونحن بنفتخر بأسرة إدارة الحصر الرجي انه يكون عندنا قلم متقدم بتطلعاته، وكل سنة او كل فترة عم يتحفنا بكتابات فيها شطحات فلسفية. قري له عدة كتب بس هون بتحسي في عاطفة أكثر كونه عم يتوجه لابنه، وبشكل رمزي عم يتوجه للمستقبل. يعني عم بيضيف للرواية بلبنان، ومواضيعه جميلة بترجع للأصول ولكن كمان فيها فلسفة وفيها إنسانية. ومثل ما قال هو عمل هالشجرة المثمرة، إن شاء الله نقدر ناكل منها هالشجرة نحن كمان ونستنفع منها. حول كيف تكتب السي في، ولا نصائح عن أول مقابلة عمل، بهمك المجال الصناعي والتقني بشكل عام، نحن رح نكون حدك تتلاقي شو بدك. لقينا بمعرض الوظائف والتوجيه بالفورم دي بيروت بأربع كانون الأول بين التسعة صباحا والستة مساء، وبخمسة كانون الأول بين الاثنين الظهر والثمانية مساء. أكثر من 40 شركة رح تكون ناطرتك تتعرض عليك فرصة العمل. إذن فإذن هيدا تريلو الخاص بالمعرض السابع أو الدورة السابعة لمعرض الوظائف والتوجيه، رح نحكي أكثر تفاصيل عنه مع حسن ترياقي. أهلا وسهلا فيك حضرتك منسق المعرض. حسن، طبعا عم نقول بالتريلر أنه يلي بده شغل وكتار يلي بدهن شغل، أكيد. بس بظل الوضع اللي عم نمرق فيه قديش سوق العمل عم بيقدم وظائف؟ شوف، سوق العمل وضعه صعب بلبنان حاليا، وفكرة أنه نلاقي وظيفة كمان صارت فيها تحدي أكبر وأكبر مع الوقت. بس بضل القطاع المهني اللي هو المعرض بيركز عليه بشكل خاص، التعليم المهني والتقني وخريجين القطاع المهني،
بضل عندهم حظوظ اكثر من غيرهم بلبنان بالوقت الحالي. فلهالسبب نحن من خلال هيدي المعارض اللي عم تتكرر بوتيره سنويه عم نشدد على اهميه هذا القطاع وحاجه سوق العمل اللبناني لإله اكثر من غيره. فكرمال هيك هذا المعرض عم يتكرر، واذا يعني بتضوي اكثر على الوظائف المهنيه والاختصاصات بالزبط. المهنيه بنحاول طيب قديش المجتمع عم بيستوعب انه نحن بحاجه لهيدا النوع من الوظائف، عم بيوجهوا لنقول الطلاب على التخصص المهني. هلا طبعا حتى نكون واقعيين كمان المجتمع اللبناني في صوره نمطيه عن التعليم المهني والتقني، ودائما في عنده انتقاد حوالين هذا الموضوع. بس نفس الوقت نحن من خلال المعرض ومن خلال شغلنا خلال السنوات يعني مع المدارس المهنيه بنحاول نغير هيدي الصوره، بنحاول نزرع بفكر الطالب والاهل كمان اهميه هذا القطاع واهميه انه نتعلم. انه في طلب المجال. يعني في طلب سوق العمل بده بحاجه، في حاجه ماسه اكيد بالضبط. يعني مقابل كل يمكن حدا اخذ شهاده جامعيه واحد مقابله في تقريبا 6 أو 7 تقنيين بتكون الشركة كأزعى منصنف حاجات الشركات. من أشهر قليلة كنتوا بترابلس بغرفة التجارة والصناعة، أنتوا بهالمعرض، بس يمكن هلأ كونكم ببيروت النطاق رح بيكون أوسع، رح يشمل الشركات أكتر، وبركي أنه بيروت يعني عاصمة لأنه مركزية بالنهاية كلها ببيروت، متوقعين يجي عدد طلاب أو أشخاص عم بيفتشوا على عمل أكتر؟ طبعا هلأ لأنه يعني في كتير طلاب بيشتغلوا كمان أكيد بنفس الوقت. أكيد تنظيم المعرض بالعاصمة أكيد له طابع خاص وله ميزة يعني. والشركات المتواجدة بمنطقة بيروت وجبل لبنان اللي هي المنطقة اللي عم بغطيها المعرض حتكون عددها أكبر، صناعية بشكل مختص أكثر من غير المناطق اللي بقلب لبنان، ومقابيل الطلاب من المدارس حيكونوا عددهم أكبر، والباحثين عن العمل اللي هن طلاب تخرجوا من المدارس المهنية أو تخرجوا بشكل كمان عام كمان عددهم أكثر، حيكون عددهم أكثر. هول اللي عم نشوفهم شو؟ نحن عم نشوف هون صور من المعارض السابقة إضافة للدورات المهنية المعجلة اللي بتقوم فيها الجمعية كمان كمساعدة لتلبية حاجات سوق العمل، اللي هي دورات سريعة بالمجال المهني كمان بيقدر الطالب إذا حدا ما عم يدرس بالمجال المهني بمجال نظامي بالمدرسة يقدر يعمل هالدورات بوتيرة سريعة ويقدم كمان على سوق العمل. أوكي حسن، أنتوا المعرض مجاني من الأول للآخر، يعني إذا كنا عم نحكي عن عرض الشركات أو عم نحكي عن الزوار والطلاب يلي بيزوروا مجاني. صحيح. يعني قديش قادرين بعد تحملوا إذا بدك أعباء المعرض المادية مقابل هالهزة بالوضع؟ لا طبعا لو في يعني نحن مجاني، هو المعرض ممول من قبل المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية. المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ESD هي اللي عم بتقوم بتنظيم المعرض، بس هو من تمويل منظمة سويسرية اسمها دروسوس. قبل المعارض كانت ممولة من غير ممولين، هالمرة من دروسوس. بس طبعا يعني تنظيم هذا المعرض بشكل مجاني بالكامل للشركات وللحضور كمان بشكل علينا أعباء زيادة. أكيد أكيد لو كان في مجال إنه الشركات تكون عم بتساهم يمكن للمعارض شركات العارضة كلها لبنانية بالأغلبية الساحة إيه. وفرص العمل هي لداخل لبنان أو خارج لبنان كمان بنسبة إذا بتكون 85% بلبنان. ممكن في كتير شركات يكون عندها فروع برات لبنان إن كان بالخليج أو بأفريقيا تكون عم تاخذ طلاب، بس هن بالمبدا عندهم فرع اكيد بلبنان طبعاً. بيكون اكيد. اوكي طيب قديش اكثر الوظائف المطلوبه هلا او هلأ شو هي الوظائف المطلوبه؟ هي بالاخص مهنيه، وبالتحديد اكثر هي المهني اللي متخصص اكثر بمجال الصناعي او الكهرباء او الميكانيك اذا عم نحكي، او حتى بالامور اللي فيها اداره مكتبيه مثل محاسبه مثل سكرتاريا مثل IT. هيدي الامور الانتري ليفل اذا بدكم بوزيشنز يعني اللي بيكون بحاجه لها الشركات، هيدي المطلوبه بالاخص. وحتى الشركات يعني انا بدي اتوجه كمان بكلمه للي عم يسمعونا واللي حابين يشوفوا هيدا المعرض، حتى الشركات يمكن اللي ما عندها مجال للتوظيف حيكون عندها مجال لتستقبل ستاج او انترنشيب للطالب، يقدر من خلال هالستاج يثبت حاله او تثبت حاله، وبتعرفي بعدين يمكن تقدر تتوظف او يتوظف. فهذا هيدا يعني الاوبسيون موجود
يقدروا يستفيدوا منه. حلوان هالمعرض هو برعاية وزارة التربية. صحيح. ونحن نذكر بالأيام بأربع شهر الافتتاح، والمعرض بيفتح أبوابه من التسعة صباحا للستة بعد الظهر، بخمس الشهر من الساعة 2 بعد الظهر للساعة 8 المساء، وآخر نهار بست الشهر من التسعة صباحا للتنتين بالضبط. ولكل حدا حابب يحضر المعرض، أول يومين هن اليومين الأساسيين اللي حيكونوا متمحورين حوالين الشركات، بينما النهار الثالث حيكون أكثر مختص لتوجيه طلاب اللي هن بالمدارس الأكاديمية على التعليم المهني والتقني، يعني طلاب البروفي حيكونوا عم يحضروا أكثر مع مدارس بالفورم دي بيروت، بقلب الفورم دي بيروت. صحيح. نعم. حسن تريق منسق معرض الوظائف والتوجيه، اهلا وسهلا فيك، مبروك الدوره السابعه. ثانك يو، يعطيكم الف عافيه. ميرسي لكم. يا هلا. ثانك يو. ونحن بنختم حلقتنا لليوم، وبما انه اليوم ليله عيد البرباره لابد ما نختم باغنيه من هالاجواء. هاشلي برباره من الصبوحه، بكره حلقه جديده من اخبار صباح، ينعاد عليكم. باي. باي. ومن كرب ضحكتها يا ويلي غمزتها، شو فيها شطارة وهاشلي بربارة مع بنات الحارة، هاشلي بربارة مع بنات الحارة، عرفتها من عينيها من لمسة ايديها من هيك الاصفارة، هاشلي بربارة اول ما شفتها دق قلبي دق ايدين وضيع حالي وما عرفت صفيت كويس، اول ما شفتها دق قلبي دقتين وضيعت حالي وما عرفت صفيت وين وين وين، ومن بعد ما لقيت حالي وشفتها قلت لها الحب وعد الحر ده ياين، هاشلي بربارة مع بنات الحارة، عرفتها من عينيها من لمسة ايديها من هاك الاخبارة، هاشلي بربارة أول ما شفتها عرفتها والله عرفتها، ومن أول ما شفتها وساعة ما وقفتها لقيت في السنارة، وهاشلي بربارة مع بنات الحارة، هاشلي بربارة مع بنات الحارة، عرفتها من عينيها من لمسة إيديها من هيك الإصفارة، هاشلي بربارة وهاشلي بربارة مع بنات الحارة، عرفتها من عينيها ومن لمسة ايديها ومن هاك الاسوارة، وهاشلي بربارة